طبعا بعد التوصل الى اتفاق مع النقابه العامه للتعليم الثانوي، التفتنا الى الموضوع المهم، والموضوع المهم هو وضعيه التلاميذ اللي فقدوا بعضا من تركيزهم اثناء الازمه يتوسط الى اسابيع. والامر هذا استدعى منا تدخل عاجل والى اهتمام عنده اولويه. هو الأولوية هذه جاءت في المنشور الترتيبي اللي نزل أخيرا عن وزارة التربية بخصوص المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية للفترة المتبقية. طبعا احنا حرصنا في هذا الكل على زوز أهداف كبرى، هو المحافظة على جودة التكوين، جودة التعلم، والمحافظة أيضا على سلامة التقييم، بمعنى التقييم الجزائي، يعني هي موضوع الأعداد والامتحانات. النقطتين هذوما انطلاقا منهم هما مشينا إلى صيغة عملية هي صيغة الدمج بين الثلاثيتين الثاني والثالث، بمعنى أنه صار عندنا فترة أولى هي اللي بدأوا فيها منذ الدخول للكاتب 15 سبتمبر 2014 إلى حدود تقريبا 13 ديسمبر 2014، هذه فترة التقييم الخاصة بالثلاثي الأول. الفترة الثانية اللي هي تمتد من 15 ديسمبر حتى 30 ماي، بمعنى أنه دمجنا بين الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث. كي ادمجنا بين الثلاثيتين جات قدامنا المعطى التالي، وهو انه الاختبارات الفروض العاديه ولا الفروض التاليفيه نتاع الثلاثي الثالث باش تجري في مواعيدها المنصوص عليها سابقا، ولكن مع طريقه تاليه، هي الطريقه اللي يتم فيها احتساب افضل الاعداد اللي تحصلوا عليها التلامذه في الاختبارات والفروض اللي تم انجازها بعنوان الثلاثي الثاني، سواء كانت فروض عاديه او فروض تاليفيه. نحتسبوا الاعداد الافضل بالمقارنه مع الاعداد اللي باش ياخذوها التلامذه في المده هذه المتبقيه، اللي هي كل ماده وحدها ولكن تحتسب بحسب ضوارب، ضرب واحد الفروض العاديه وضرب اثنين الفروض التاليفيه. بالطبيعه المعدل السنوي للماده باش يكون ديما كما قلنا مراعاه مصلحه التلامذه باش تكون دائما هي فوق كل اعتبار. المعدل السنوي للماده باش يحتسب على اساس معدل الماده في الثلاثي الاول اللي هو تم استيفائه وتم انجازه، هذه ضرب واحد مع معدل الماده في الفتره الثانيه، سميناها الفتره الثانيه لان ما عادش نتحدث على ثلاثي ولكن نتحدث على فتره ما دمنا قمنا بدمج الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث. المعدل الماده في الفتره الثانيه هذه ضرب اثنين، الكل طبعا على ثلاثه تلقى المعدل السنوي للماده. بعد نمشيو الى المعدل السنوي العام، المعدل السنوي العام كالعاده راعينا فيه مصلحه التلامذه اساسا، فيه معدل الثلاثي الاول هذه ضرب واحد، ثم معدل الفتره الثانيه ضرب اثنين، والكل على ثلاثه نلقى المعدل السنوي. بالنسبه للامر هذا الموضوع هذا موضوع ترتيبي قمنا فيه بدمج الثلاثيتين وراعينا مصلحه التلامذه، وهذا الشيء عملناه عام 2011 عام الثوره لما تعطلت الدروس بعض الشيء، لكن اثناء الدروس ما تعطلتش في الحقيقه لانه اللي تم تعليقه هو الامتحانات فقط، لكن الدروس كانت متواصله صحيح مش بنفس الوتيره الاعتياديه، ولكن على الاقل ضمننا نوع من سيوله التدريس من سيوله التعلم قبل ما نجيو للتقييم. بطبيعه اللي مشينا له الان طبعا كنا تفوضنا فيه ايضا وتشاورنا مع الطرف النقابي اللي هو ايضا مسؤول على مع الاساتذه على استيفاء رزنامه الامتحانات العاديه والامتحانات الوطنيه في مناخ سليم في مناخ ايجابي. طبعا وصلنا له الا بعد ما عملنا الاتفاق، صحيح الاتفاق هذا في الظاهر لانه لما نحكيه على الاتفاق اللي تم بين الوزاره وبين النقابه العامه للتعليم الثانوي، البعض يرى فيها انها الكلفه نتاع الاتفاق كانت كلفه يعني ثقيله نوعا ما، خاصه لما نعرفوا خزينه الدوله اللي هي
خزينة شبه مفلسة في ظرف هذا. وصحيح دعينا الجميع الأطراف يعني إلى أن يتحملوا حس وطني، إلى الوعي بوضع البلاد، بظروف البلاد وقدرتها على الاستجابة لمطالب أحيانا تكون مطالب تأثر في ميزانية الدولة، وتعطل أيضا مشاريع الدولة اللي ماشية الآن في الإصلاحات الكبرى. الإصلاحات الكبرى كما يحكيوا عليها كل تقريبا أكثر وزارات الحكومة الآن يحكيوا على مراجعات أو إصلاحات، إصلاح منظومة الدعم، إصلاح منظومة الجباية، إصلاح منظومة صحية. احنا في وزارة التربية أيضا عندنا مشروع كبير هو إصلاح المنظومة التربوية. بالطبيعة قدام هدف كما هكا احنا أردنا صحيح تحملنا كلفة الاتفاق، ولكنها تهون. علاش تهون؟ لأنه أيضا استثمرنا في الأمل، بمعنى أنه نعرف أنه آلاف التلامذة كانوا في الفترة الأخرانية يعني في جو من الإحباط، في جو من اليأس. من جهتنا في وزارة التربية داخلين الآن على مشروع كبير هو مشروع الإصلاح التربوي على قواعد سليمة، والإصلاح التربوي هذايا باش يعمل على إصلاح ما تركة كانت ثقيلة. التركة هذه امتدت الحقيقة إلى سنوات طويلة لهالقاعدة اللي باش ننطلقوا منها، قاعدة صلبة للإصلاح، وباش نقدموا فيها وثيقة يعني منهجية. وثيقة منهجية هي تعكف عليها الآن لجنة وطنية تعد وثيقة منهجية، بمعنى هي تعد أرضية باش تكون منطلق لحوار وطني شامل حول إصلاح المنظومة التربوية، يشاركوا فيها جميع الأطراف طبعا، من أهل المهنة، من المدرسين، من المتفقدين، من إطار إشراف بيداغوجي، كذلك من خبراء، كذلك من الأطراف الاجتماعية، الاتحاد عام توصيل الشغل، من المجتمع المدني، وباش تكون بقدر تمثيلية متاحة تكون أيضا شاملة وتستمع لأكثر ما يمكن من وجهات النظر.